اللحظة مشاهدينا غادي نرجعوا عند فتح الله البوزيدي وغنشوفوا الموضوع اللي اقترح لنا واللي كيهم اتحاد المقاولين الشباب. مرحبا بك يسري ومرحبا بمشاهدينا فيما تواجدوا. كوبس كلوب مقاولة كتقوم بتسويق المنتجات التعاونيات عبر الويب من خلال متجر إلكتروني وكذلك من خلال نقطة بيع. نمشيو نتعرفوا على هذه المقاولة وآلية الاشتغال ديالها. قوم معنا. بالإضافة لتسويق منتجات تعاونيات، كوبس كلوب كتقوم بتوعية أصحاب تعاونيات بأهمية انفتاح العالم الرقمي وأنهم يعرضوا المنتوجات ديالهم للبيع في السوق الإلكترونية ويوصلوا لأكبر قدر من المستهلكين. اولا تنقوم يعني باستدعاء يعني التعاونيات وحتى بالنسبه للمقاولين الذاتيين باش انهم يستافدوا من دورات تكوينيه في اطار التجاره الالكترونيه اي كوميرس، وكذلك تنحاولوا نتواصلوا اكثر مع التعاونيات باش اننا نساعدهم انهم يكونوا عندهم تواجد في انترنت. مغرب مقاولات او المغرب بيم خدامين معنا في واحد البرنامج اللي هو كنحفزوا فيه الشباب اللي كيشتغلوا في التوزيع ديال المنتجات ديال التعاونيات في اطار ما يعرف بلوستاتي اوتو اونتربرونور، يعني كنقوموا بحملات تحسيسيه لفائده الشباب اللي بغاو يبداو مشاريع جديده ديالهم اعتمادا على المنصه الرقميه ديالنا اللي فيها مجموعه ديال المنتجات من مختلف المدن المغربيه ويسوقوها هما على الصعيد الوطني وحتى على الصعيد الدولي. تعريف بالمقاوله والتواصل مع التعاونيات الرهان الاساس لفريق العمل، خاصه اللي مكلفين بالتواصل وتطوير البرمجيات، والهدف هو الوصول للتعاونيات وعرض منتوجاتهم بصوره لائقه في المتجر الالكتروني. هنا لي برودوي كيختلفوا على حساب كل تعاونيه، فالتعاونيات ملي كيتواصلوا معنا على اساس الاختلاف التعاونيات شنو المنتوجات ديالهم، حنا ديك الساعه كنشوفوا المنتوجات اللي عندهم كنقيموهم، من بعد كناخذوا لهم صور. بالنسبه للمنتوجات اللي المنتوجات ديال التعاونيات كيتعرضوا على حساب الاقسام، يعني كل تعاونيه كيكون عندها واحد المتجر الالكتروني خاص بها اللي كيتعرض لمختلف المنتوجات المنتوجات اللي كتصنع ولا كتنتج. حنا كنثوروا على التطوير ديال البرمجيات اللي منها المنصه ديال كوبس كلوب اللي من خلالها كيتمكنوا التعاونيات من انهم تكون عندهم واحد المساحه في سير الانترنت اللي هو شيء مهم بالنسبه للتعاونيات حاليا والتطور اللي كان حاليا. كوبس كلوب كتوفر كذلك على محل تجاري كتسوق فيه منتوجات تعاونيات بارباح تفضيليه، واصحاب المقاوله ناويين يكبروا هذا المشروع باش يهم مناطق مختلفه من المغرب. انا مقاول ذاتي ساعدتني كوبس كلوب بواحد لاكارت ديال المقاول ذاتي، عطاتني واحد الفكره على المقاوله الحره وعاونوني بزاف حيت شرحوا لي واحد الاساليب ديال التجاره اللي كتوصل لك المنتوج اللي يمكنش توصل المنتوج للمستقبل.